بعد كده اهلي جده، بعد كده زمالك. يعني ما فكرتش ليه لما رجعت مصر ان انت ترجع تاني على بيتك اللي اتربيت فيه؟ والله هو طبعا كان اختياري الاول ان انا ارجع بيتي، بس ساعتها حصل مشاكل يعني كده بدون الدخول في التفاصيل فيها، وحصل زي سوء تفاهم، يعني مش مشاكل قد ما هي سوء تفاهم حصل في موضوع التفاوض وكده بس. فانا كنت ساعتها مرتاح اكتر لنادي الزمالك، وساعتها كابتن ايمن صلاح كان ماسك نادي الزمالك، بصراحه كان يعني حتى في التفاوض معايا كان محترم جدا، وكل المواضيع كانت باينه وتفاصيل العقد كلها كانت واضحه وصريحه، واللي اتفقنا عليه هو اللي اتنفذ، فارتحت اكتر ان انا امضي في الزمالك. والحمد لله السيزون ده مع الزمالك احنا كسبنا كل البطولات ما عدا ماتش السوبر بس، يعني كسبنا دوري وكاس وابطال افريقيا، ابطال الدوري وافريقيا ابطال الكاس، فكان سيزون الحمد لله ناجح مع الزمالك. طب حبك لحسين زكي وان هو احد يعني اللاعبين اللي انت بتحبهم واخده كمثل اعلى، كانش فيه كده ما سالتوش او كان فيه اي نقاش ما بينكم في لا هو كابتن حسين بصراحه يعني حتى انا كان جالي احتراف في اسبانيا قبل ما اسافر رومانيا السيزون اللي قبليها، من السيزون اللي فات جالي احتراف في اسبانيا وكلمته واتكلمت معاه وقال لي طبعا لازم تسافر وتخوض تجربه الاحتراف، وحتى قبل ما اسافر رومانيا برضو كلمته وسالته عامل ايه وايه رايك في الكلام ده، فكنت على طول باخد رايه قبل ما اسافر يعني. طيب يعني قضيت بعض التجارب الاحترافيه، بس عايز اتكلم عن رجوعك للنادي الاهلي، شايف رجوعك للنادي الاهلي حاليا عامل ازاي قبل ما نتكلم اكيد عن تجاربك الاحترافيه واستفدت منها ايه؟ طبعا النادي الاهلي ده بيتي، انا اتربيت فيه من وانا عندي 6 سنين، بدات هاندبول في النادي الاهلي، عشت عمري كله فيه يعتبر، يعني خرجت بره فترات بسيطه، فطبعا اكيد اي واحد يبقى مبسوط جدا وحاسس بالفخر انه يرجع تاني بيته، خاصه النادي الاهلي نادي بطولات واكبر نادي في الشرق الاوسط ومن اكبر انديه العالم، فطبعا ده يعني اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي حتى لو مش من ابناء النادي الاهلي. فطبعا انا بالنسبه ان انا ابن ابناء النادي الاهلي طبعا ده بالنسبه لي حاجه يعني تبسطني جدا وتسعدني وشرف كبير جدا ليا، والواحد ان شاء الله باذن الله يتمنى يعني يكمل في النادي لحد ما يختم مسيرته الرياضيه ان شاء الله. طب احكي لنا يعني التفاصيل العوده كانت عامله ازاي، وهل الكابتن طارق محروس كان ليه دور بحكم ان انت لعبت معاه قبل كده يعني، والمفاوضات كانت عامله ازاي مع النادي الاهلي في العوده؟ بص هو بصراحه كابتن طارق هو يعتبر هو اللي مربيني، يعني كان معايا في الاهلي برده ولعبت معاه فتره بس مش فتره طويله قبل ما اسافر الاحتراف في اهلي جده، بس كنا على طول على تواصل، حتى لما سافرت احترفت كنا على طول على تواصل مع بعض، وبعد كده لعبت معاه موسمين في الجيش حققنا فيهم يعني الجيش كان بيطلع سادس خامس سابع، لما انتقلنا ساعتها طلائع الجيش يعني كان كذا حد من الاهلي، مش عايز اذكر يعني من غير ما انسى حد، اهلي وزمالك ومن الانديه الثانيه انتقلوا للجيش ساعتها، كان في ظروف تجنيد وكده، وعملنا فرقه كويسه جدا مع كابتن طارق، وكابتن طارق بصراحه بنى الفرقه، يعني احنا كان حط في اللعيبه روح المكسب ان احنا ما ينفعش نخسر، وفعلا حققنا ثالث دوري ووصلنا فاينل كاس موسمين ورا بعض. وحاجه ما حصلتش في تاريخ نادي الجيش قبل كده انه موسمين ورا بعض يفضلوا بنفس المستوى ثالث دوري وثاني كاس، وكسبنا في الموسمين دول يعني خرجنا الزمالك من دور الثمانيه في الكاس، وكسبنا الاهلي برده مرتين او ثلاثه، وكسبنا الزمالك برده، فيعني حققنا انجازات كويسه ما حصل يعني كانت حصلت في نادي الجيش زمان بس حصلت مره واحده ان هم خدوا الدوري في 2007، ومن ساعتها نادي الجيش نزل شويه بقى في المنتصف، ف مع عودة كابتن طارق نادي الجيش واللعيبة اللي جت من الأهلي والزمالك وكده طبعا زودت خبرات الفرقة، وحققنا تاني وتالت تاني كاس وتالت دوري سنتين ورا بعض. بعد كده كابتن طارق لما سافرت كان بيتواصل معايا على طول برضه، وطبعا أول ما مسك اتواصل معايا وكلمني، وبعد كده لما رجعت مصر كابتن رؤوف كلمني عشان خاطر أمضي للنادي يعني.